خوتي خواتاتي اول مراكم ديتا انتوزيستا ودير بكم معنا في الحلقه 17 من البرنامج ديالكم ديتا ماروك بودكاست. في هذه الحلقه هذه عندنا لقاء مع الاخت نضال السعدي ديتا ساينتست اند ديتا انجينير ات جيمس ديتا فاكتوري. وجبنا هذه الحلقه باش تكلمنا على القرايه ديالها وعلى الكارير ديالها وتكلمنا كذلك على كيفاش دازت من ديتا اناليست لديتا ساينتست لديتا انجينير وتكلمنا كذلك على الفرق بين هاد لي بروفايل كاملين. دونك خوتي ما تنساوش انكم سبسكرايب عندنا فلاشين في اليوتيوب تابعونا في سبوتيفاي ولا في ساوند كلاود ولا في ابل بودكاست. واذا كان عندكم شي اقتراحات ولا تعليق صيفطونا في contact@datamaroc.com. يلا خوتي بلا ما نطول عليكم نخليكم مع نضال السعدي. انجوي. اذا خوتي خواتاتي اول مره كنديت اونتيزيس ودير كتحضر معنا الاخت نضال السعدي مباشره من باري فرنسا. جبنا هذه الحلقه باش تكلمنا على كارير ديالها وعلى القرايه ديالها وتكلمنا كذلك على واحد السؤال اللي ديما كنتوصلوا به في لاباج ديالنا على فيسبوك ولا في يعني في لي كومونتير ديالكم في اليوتيوب. يعني بزاف الناس كيسولونا على شنو هما يعني شنو هي لا ديفيرونس اونتر يعني لي بروفيل ديال الداتا كوم داتا اناليست داتا ساينتست داتا انجينير. دونك جبنا هي في هذه الحلقه هذه ساشون يعني هي دازت من هذا يعني من بلوز او موان كاع هاد لي بروفيل هادو وغتحاول تشرح لنا زعما لا ديفيرونس اونتر هاد لي بروفيل وتكلمنا على ليكسبيريونس ديالها. اخت نضال السلام عليك. وعليكم السلام قيس علي حكي ديال لاباس عليك. لاباس الحمد لله. كي داير اختي كلشي مزيان؟ الحمد لله ترانكيل صافا الحمد لله. كي دايره مع دي كونفينمون؟ الحمد لله دي كونفينمون بروغريسيف بشويه بشويه رجعوا لي روتين ديالنا ورجعوا لداكشي اللي كنا كنديروا افون ميم سي سي با فاسيل. مزيان مزيان. اذا اختي كنشكرك على تلبيه الدعوه ديالك معنا في البرنامج. ميرسي ا توا صالح فريمون سي اون تري بون انيشياتيف كيما قلت ليك سا فا ايدي فريمون بوكو دو جون كي سون باسيوني بار لا داتا تاعهم يعرفوا لا داتا اكزاكتومون ا ترافير هاد لي راكس لي غادي نديرو نوز اكسبيريونس و بوتيتر تاو معايا الا كاينين دي جون لي باقين مترددين واش يديروا لا داتا ولا ما يديروهاش اترافير هاد لي بودكاست بين ليهم الرؤيه ويبان ليهم واش هما بصح يبغيو يكملوا في هاد لا كارير او با. تماما تماما اختي. دونك باش بلا ما نطولوا تفضلي يعني قدمي لنا راسك تكلمي لنا اولا على القرايه ديالك بون نبداو من ورا الباك والاكسبيريونس ديالك في الانسيا. Alors, Nidal Stadi, ingénieure d'État en statistique et d'économie appliquée. Dans le parcours classique, je travaille les grandes écoles du Maghreb, c'est-à-dire dans le bac en sciences maths B. Après, dans les classes prépa, lycée technique Mohamedia, j'ai fait un P, maths sup, maths B. Et puis, de la 12e, le concours national commun, et j'ai choisi l'INSEA. L'INSEA, il y a l'Institut national de statistique et d'économie appliquée par BAT. L'institut ou l'école fait bien principalement les filières. Il y a statistique et économie appliquée, statistique et démographie, il y a l'actuariat et finance, il y a l'informatique et il y a recherche opérationnelle. Anna, j'ai choisi statistique et économie appliquée. علاش لي شوازي باسكو كنت ديما كيعجبني لي مات اي دوكو كانت هي لي مات ستاتستيك سي جوج الحوايج اللي قرابين من بعضياتهم دوكو جي شوازي ندير هاد لا فيليير في البروميير اني جو بونس كيما كاع لي زوتر ايكول دانجينيور كيكون ان طرون كومون كنقراو حنا وكاع لي زوتر فيليير كنقراو قرينا الاناليز ديسكريبتيف لوبتيميزاسيون الميكرو والماكرو ساشون كو هاد الفورماسيون اللي درت كنغالب عليها شويه الكوتي ايكونومي يعني كنا كنقراو لي ماتيير ايكونومي في البروميير اني في الدوزيام اني بدات شويه كيبانوا الملامح ديال سبيسياليتي بدينا شويه كنقراو دي تروك بلوز افونسي في ستاتستيك بحال السونداج لي زونكيت بدينا كنكتشفوا الموديليزاسيون اي لي موديل ستاتستيك بدينا كنكتشفوا داكشي ديال الاناليز دي دوني l'économétrie et tout ça, mais en parallèle, il y a aussi les autres matières économiques, comme
les équilibres macroéconomiques, l'histoire de l'économie marocaine et tout ça. Mais pour moi, la vérité, qu'elle a un fardeau pour moi, parce que j'étais plus penchée les matières statistiques que les autres matières économiques, où les matières statistiques, les matières économiques, qu'elle nous quisionnait. شوية صعاب ولا ما كاينش كنلقى راحتي فيهم كتر. دوكو تخوازيام اني حتى هي يا قرينا داكشي بلوز افونسي اي في تخوازيام اني فين بدينا فريمون تنعرفوا لي موديل ستاتستيك والبراتيك ديالهم في الحياه اليوميه بحال البريفيزيون ديال لي فونت بحال الكلاسترين اي تو سا. Du coup, voilà, finissez-y, c'est la deuxième année, un stage chez NABC, North Africa Bottling Company, liée à Coca-Cola, au Maghreb. Au stage, كان بالنسبة ليا هو البوابة اللي اكتشفت فيها vraiment le monde réel ديال la data. هاد stage quel l'objectif d'ILO ou à le développement d'un modèle statistique pour les prévisions des ventes, sachant que Coca-Cola déjà a un ERP SAP qui couvre l'ensemble des fonctions de l'entreprise, sauf que pour les statistiques, ils donnent des résultats erronés. Alors, ils donnent des résultats erronés vu la nature des consommateurs marocains, les qui sont aussi influencé le calendrier égérien comme le calendrier normal. C'est-à-dire, on a Eid al-Fitr, on a Eid al-Adha, ou ce chiffre, l'ERP de la SAP, mais qui est en considération, qui est comme des phénomènes qui fixent dans le temps, sachant que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des phénomènes Ramadan qui maquillent, par exemple, le 15 ou le 15 Ramadan qui gère des régies de l'Amsharsta, les Amli Mora, il y a 11 jours, il y a 5 ça. Du coup, ce n'est pas des phénomènes saisonniers, ils peuvent dire une correction par une simple désaisonnalisation ou une corrigeur. Quand on a le cas les effets de l'homme, عاد نحيدوهم عاد يمكن لينا نطبقوا نطبقوا لي موديل ديالنا باش نلقاو لا بريديكسيون. دوكو لوبجيكتيف برينسيبال كيف ما قلت هو اننا نكوريجيو هذا الفينومين ونكونتيفيوه بالارقام بلي شيفر باش فاش نجيو نديرو لا بريديكسيون كيف ما كنعرفوا كاملين سيري كرونو تيكون فيها لا طوندونس وكتكون فيها واحد لا بارتي ديال لا بارتي ديال الريزيدو دونك هذيك لا طوندونس خصنا نقصوا منها هذيك لا بارتي ديال ليفي ديال العيد الكبير وعيد الاضحى باش يبقى لينا غير طوندونس وليفي ديال سيزوناليتي كوم سا اون بو اريفي ا بريدير هادشي عندنا دي موديل وعندنا دي تكنيك اللي نقدروا نبريديو بهم هادشي. دوكو بور فير سا لا بروميير شوز bien sûr qu'il m'a dit les projets de data, un acte ferme la data li عندك كنبداو بان سورت ديال اون اناليز ديسكريبتيف باش نعرفوا لي دوني اللي عندنا. انا كان عندي واحد ليستوريك ديال 5 سنين ولا 6 سنين ديال لي فونت ديال لي ديفيرون بواسطون اللي كاينين في كوكا. كان ان هيستوريك لي فريمون كبير واللي عاوني بزاف باش اننا نلقاو هذيك لا طوندونس وباش نلقاو دوك لي بريديكسيون ديالنا. كيف ما قلت اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا نعرفوا لا طوندونس ديالنا, وباش نعرفوا لا طوندونس ديالنا ما يمكنش لينا نرسموا الغراف هكاك باسكو لي سيري كرونو كيكونوا بحال دي بيك وغيبقى شي طالع شي هابط, داكشي ما غاديش يكون بيان ليس. شنو كنديروا باش كيفاش كنقولوا ليسي وباش نادي اون ميور فيزواليزاسيون, اننا كنابليكيو لي فيلتر بحال مويان موبيل اكسيتيرا باش كوم سا يبان لينا حنايا لي في ديال داك ليستوريك نشوفوه قدام عينينا, باش حتى الا درنا لا بريديكسيون في الاخر حنا بوحدنا نقدروا نشوفوا راني عرفت راه في شهر 6 ديال كاع الاعوام كيطلعوا لي بواسون كيوليو كيتستهلك الماكثار ولا جو كثار, ولا في شهر 12 كيوليو يتستهلكوا لي بواسون كثار لي بواسون بحال كوكا اي فانتا اي تو. دوكو كوم سا كتكون عندنا اون ايدي قبل ما نديرو الموديل ديالنا على الريزولتا ديالنا.
ابري فاش كنديروا هاد الاناليز ديسكريبتيف وكنعرفوا لا داتا كنكتشفوا هاد لا داتا اللي حنا عندنا كيفاش دايره هنايا نقدروا نبداو نابليكيو لي موديل ديالنا لي موديل ستاتستيك ديالنا. انا جي ابليكي درت لي سيري كرونو du coup pour les séries chrono درنا la modélisation ديالهم et après فاش درنا la modélisation لقينا des coefficients هذوك les coefficients on les a interprétés درنا des ateliers مع الناس ديال les ventes ومع الناس ديال marketing باش يقولوا لنا واش vraiment هاد les coefficients ولا هاد les résultats اللي خرجنا واش دي résultats correct ولا لا sinon باش نكوريجيوهم حنا من بعد الحمد لله كانوا très correct وقدرنا نكوريجيو هاد les faits وندخلوا les séries كوريجي عاوتاني في l'ERP باش يمكن لنا نديروا la prédiction normale اللي le rôle ديالها كبير بحال une entreprise comme Coca-Cola اللي خصهم يديروا لابروفيزيونمون لاشا ديال لي ستوك باش ما يوقعوش في اون روبتور دو ستوك ولا ان سور ستوك دوكو لا بريديكسيون كتلعب دور مهم في لا في ديال اون انتربريز لي بازي على الريتيل. الوغ هادي كانت ليكسبيريونس الاولى ديالي اول ليكسبيريونس الاولى ديالي في لا داتا هنا فين اكتشفت لا داتا هنا فين اكتشفت لي دوني كيفاش كيكونوا مستوكين فين كيكونوا مستوكين كنديروا لهم لا ريكوبيراسيون انا خصنا نديروا لاناليز دو دوني خصنا نديروا ديما نبداو بديك لا بارتي اناليز ديسكريبتيف عاد ندوزو لا بارتي ديال الموديليزاسيون ديالنا sachant que la partie de l'interprétation des résultats qui est un rôle مهم ou peut-être la partie de l'interprétation des résultats هي اللي كتكون partie cruciale فين كتقول واش هذا الموديل اللي درت واش موديل pertinent ou pas من غير bien sûr كيكونوا عندنا des outils statistiques باش نعرفوا واش الموديل est performant ou pas mais حتى هذوك لي ريزلتات فاش كنبداو انتربريتوهم مع الناس ديال الميتيه هذاك هو اللي كيكون فريمون ديك ليتاب كروسيال باش تشوف واش الموديل ديالك نجح ولا ما نجحش. دوكو هذه كانت مون بروميير اكسبيريونس. دوزيام اكسبيريونس ديالي كانت مع لا بي ام بي لا بي ام سي اي كانت او سان ديال لو بول ماركتينغ كان لوبجيكتيف هو ليلابوراسيون ديال واحد لا تيبولوجي ديال لي زاجونس ريتيل بانكين ديال لا بي ام سي اي سولمون الريتيل ماشي لانفستيسمون ماشي لافير. الوغ هنايا عاوتاني كان ان اوتر سوجي كان اوتر سوجي سيتادير كان ماشي كنديرو لا بريديكسيون مي كنديرو لو كلاسترين سيتادير عندنا دي دوني كاينين وبغينا نعرفوهم هاد لي دوني مثلا انا كان عندي دي دوني ديال دي انفورماسيون على لي زاجونس كان عندي دي زاجونس وكان عندي بلوزيغ انفورماسيون سوا دي انفورماسيون فينانسيي ولا دي انفورماسيون على لا مويان ديال لا كليونتيل اللي كاينه فديك لاجونس كي دايره واش شحال لا مويان داج ديالها شنو واش التيب ديالها واش اونتري دو غام واش مويان غام واش هوت غام اكسيتيرا كانوا عندي بزاف لي انفورماسيون. Du coup, quand à partir de là, les informations, quand on a une certaine segmentation, les chevaux qui ont dit, voilà, on a un ou deux ou trois, quatre, par exemple, quatre segments, ou tous les segments, ont les caractéristiques de l'eau. Et pour faire ça, bien sûr, comme je l'ai dit, la première chose, c'est qu'on a commencé l'analyse descriptive, باش نفهموا لي فاريابل ديالنا اي اوسي بور لو شوا دي فاريابل حيت عندي بزاف لي فاريابل لي جو بو با لي انتغري كاملين في لو موديل ديالي ما يمكنش حيت كاينين دي فاريابل لي كيسون كوريلي اونتر او يعني اللي كي لي ا بارتير من واحد الفاريابل نقدر نعرف الفاريابل الاخرى ديكو سافيغ غيان انني تاهما ندخلهم غير غادي تبيز ليا الموديل. دوكو كنبداو كنديرو هاد الاناليز كنفهموا لي فاريابل كنديرو لو شوا دي فاريابل ديالنا ابري ما كنديرو لو شوا د فاريابل ديالنا اون ا ديكوفير كو واخا قلنا مورا ما درنا داك لو شوا بقينا عندنا ان تري غون نومبر دو فاريابل لي كون دو ريدوير ميم كيش انا ندخلو هاد لو نومبر كامل ديال لي فاريابل في الموديل غيجي فريمون لو موديل هاد لو موديل ما غاديش يكون بيرتينون 100% خصنا نديرو اون سارتان ريدوكسيون ديال لا ديمونسيون ماشي كننقصوا لي فاريابل معناها كنحيدوهم كنزولوهم مي كنكونوا باغ اكزومبل في ان اسباس فيكتوريال وكندوزو لان اوتر اسباس فيكتوريال اللي كيصغر لينا اون غارد لافورماسيون مي
كل عوض ما يكون عندنا 5 فاريابل اون ريدوي لا دومونسيون كيوليو عندنا 4 ولا 3 ولا 3 زاكس فاكتوريال. وهاد لي زاكس فاكتوريال هما اللي كيديروا بحال سارتان ريزومي ديال دوك لي زانفورماسيون كاملين اللي كانوا عندي في 7 ولا 8 لي فاريابل كيوليو عندي غير 3 فاكتوريال كي ريزوم ديك لانفورماسيون كامله اللي كاينين في هادوك لي فاريابل. من بعد ما كنديروا هاد لا ريدكسيون ديال لا ديمونسيون اللي درناها في نوتر كاب بلا سي بي ستادير اناليز دي كوريسبوندونس فاكتوريال باسكو كانوا عندنا كاع لي فاريابل سان كوانتيتاتيف تندوزو لا بارتي ديال شوا دو موديل. شوا دو موديل هنايا في هاد لو كا ديال الكلاسيفيكاسيون فيو كو خصنا حنا نلقاو لي كلاستر دوكو ما عندناش دي كلاستر اون كلاسيفي با حيت الكلاسيفيكاسيون كاينه كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي كلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي. في الكلاسيفيكاسيون سوبرفيزي هي مثلا فاش كيكون عندنا كلاس ا بي سي دي وكيكون عندنا واحد لو بروفيل اكس وبغينا نعرفوا واش غنديروه في الأ ولا غنديروه في البي ولا غنديروه في سي. هذه هي سوبرفيزي يعني كنكونوا عارفين الريزلت فينال ديالنا غير كنبغيو نشوفوا هذاك البروفيل فين واحد غادي يكون. كلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي هي كيكون عندنا بزاف لي بروفيل بحال لو كا ديالنا عندنا بزاف لي زاجونس وبغينا هادوك لي زاجونس نقسموهم لدي غروب. كل غروب كيكون فيه على الانتيريور كتكون فيه لافورماسيون اوموجين ستادير كيكون داكشي اللي كنجمعوا لي غروب اللي كيتشابهوا مع بعضياتهم وكيكونوا بيان سور ديستان من لي زوتر غروب. و بور فير سا اون ايتيليزي لا ميثود ديال كاميز واللي عطاتنا فريمون دي ريزولتا مزيانين بزاف. وملي لقينا هاد لي غروب ما لقينا جروب نقول لقينا خمسه ديال لي جروب فاش لقينا هاد خمسه ديال لي جروب كان خصنا نديرو لانتربريتاسيون ديال لي ريزولتا. ها حنا لقينا خمسه ديال لي جروب الجروب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وليني شنو كاين دوك لي جروب. مثلا فاش غنمشي عند الناس الماركتين ونقول لهم لقيت خمسه ديال لي جروب غيقول لي وي ابري انا جي بيزوان نعرف الكاركتيرستيك ديال كل جروب باش ندير اون كومبان كوميرسيال كل جروب نعطيه دي زوف كي سون بيرسوناليزي لي هو. فبدينا كنديرو ديك لا بارتي ديال لانتربريتاسيون ديال لي ريزولتا ديال دوك لي جروب فريمون. هاد لا بارتي ديال لانتربريتاسيون ديال ريزولتا ديال كلاسترينغ كانت فريمون بارتي لي ما ساهلاش حيت كتبقى دوز وقتك كامل انك تعرف شنو عندك في الجروب انك تريزومي هذاك الجروب باش في الاخر حيت عارف هادوك لي كاركتيرستيك هما اللي غيكون عليهم هما اللي غيكونوا لا باز هما اللي غيكون عليهم داك الثقل كامل باش الابورا واحد استراتيجي كوميرسيال باش اللي غادي ديستريبيي لكاع لي زاجونس باش نقدروا نديروا دي زوفر بيرسوناليزي اللي كي ريبون البيزوان ديال شاك اجونس. بدينا كنديروا دي تابلو كروازي بدينا كنكروازيو لي فاريابل ديالنا بوغ انتربريتي مي تحت لينا الفكره اننا نديرو لاناليز ديسكريمينونت فاكتوريال. وهاد لاناليز ديسكريمينونت فاكتوريال اينو بيرمي اننا نديتيرمينيو لا فاريابل كي بيرمي دو ديسكريميني لو بلوس لي غروب ديالنا. فاش درنا هاد لاناليز ديسكريمينونت فاكتوريال بداو كيخرجوا لينا لي فاريابل لي بور شاك كل كلاس لي فاريابل لي كيديسكريمينيو. مثلا بور واحد لا كلاس لقينا كو لاج اي لو تيب ديال واحد الكريدي مثلا الناس لي كي سون بلو جون لي عندهم مثلا قل من 30 عام لي سون بلوس انتريسي بار لي كريدي دو كونسوماسيون بلوس كو بار الكريدي ايموبيليي انسي دو سويت. ما بغيتش ندخل في لي ديتاي باسكو سي دي تري كونفيدونسييل ديك لا بانك دوكو سيتي ان بو كوم سا يعني كل كلاس كنلقاو لي فاريابل لي كي نو بيرميت دو ديسكريميني لو بلوس هذيك لا كلاس دوكو هذيك لا فاريابل هي اللي كنتبازاو عليها فاش كنديرو دي تابلو كروازي ولا فاش كنديرو لي غراف ديالنا بور انتربريتي لو ريزولتا. داكور فوالا الوغ هادو سيتي مي دو بروميير اكسبيريونس سيتي مون ستاج ديال لابليكاسيون اي مون ستاج بي اف او. ابري كون جي يو مون ديبلوم بديت كندوز لي زونتروتيان اي جي يو جيتي اكسبتي بار واحد لونتربريز هنايا في باريس جي باسي معاهم لي زونتروتيان اي دوكو
دزت من سولمون داتا ساينس داتا اناليست تو سا دزت المرحله الاخرى هي ديال داتا انجينير اللي كانت بالنسبه ليا شي حاجه جديده باسكو انا في ليكول ديالي قريت غير ستاتستيك والاناليز دي دوني وسي في مي دو ستاج قريت درت غير داتا ساينس غير داتا ماينين الاناليز دي دوني اي تو سا دوكو داتا انجينير كان ان موند لي نوفو بو موا l'objectif كان le premier sujet اللي عطاوني c'était la recommandation des œuvres cinématographiques كانت نتفليكس دارت لو بري ديالها ديال لا ريكومونداسيون وكانت لحت لا باز دو دوني ديالها اللي راه باقا بوغ لو مومون اكسيسيبل للناس اللي بغاو يعاودوا ليكزارسيس و كانت لوبجيكتيف كيما قلت هو نديرو لا ريكومونداسيون بار لا تكنيك فيلتراج كولابوراتيف اي سبارك. Ouais. Spark pour moi c'était un truc زعما اول مره كنعرفو اول مره كنسمع به Spark هو واحد الفريمورك اللي كات اوبن سورس اللي كي نو بيرمي اننا نديرو تريتمون ديال دو تري غون باز دو دوني دي دوني فريمون فولومينوز بواحد الطريقه سهله بزاف ماشي سهله بزاف دون مانيير رابيد علاش لحقاش هو الى بازي سور هذاك سور الباراليليزم ستادير هو يا كي ديستريبيي مثلا فاش كنعطيوه شي روكيت ولا شي حاجه هو كي ديستريبيها على لانو دوكو كيكون بلو رابيد اي فهاد علاش استعملناه فهاد لو كا ديالنا لحقاش كانت عندنا لا باز دوني ديال نتفليكس كبيره فاش كنا كنستعملو ام بيتون عادي ولا شي حاجه عاديه من غير سبارك كنا كنطيحو ديما في داك المشكل ديال اوت اوف ميموري يس دوكو كان خصنا ندوزو لشي حاجه باش نتريتاو بها دي دوني كبارين وهذه هي اللي كانت اول مره كنكتشف داكشي ديال البيك داتا وداتا انجينيرين اي تو سا دوكو اول حاجه درت لا فيريتي هي انني قلبت على شنو هو الفيلتراج كولابوراتيف واكوا علاش كنديروا الفيلتراج كولابوراتيف ولا علاش كنديروا الريكومونداسيون لا ريكومونداسيون دابا وقيله في اغلبيه لي سيت انترنيت كنلقاوهم كيبروبوزاو علينا لا ريكومونداسيون وبحال مثلا سواء في امازون اون فوا كتشري ان برودوي كيطلعوا لك لي ريكومونداسيون لتحت كيطلعوا لك كيبقى يطلع لك لا بوبليسيتي في جهه اخرى du coup la recommandation hadra vraiment hadra bzaf في كاع les entreprises اللي كي proposer ou des produits ou des services qui bi'ouhom du coup في le cas ديال Netflix كان خصنا نديرو la recommandation ou li ماشي basé seulement à l'historique ديال le client c'est-à-dire ماشي en se basant seulement على شنو شاف le client اللي نقدروا نقولوا ليه اشنو غادي يشوف في الفوتور mais aussi على شنو شاف ان كليون اللي كيشبه ليه مثلا عندي ان كليون اكس عندي ان كليون ايغراك اللي كيشبه الكليون ديالي اكس اللي كيشبه ليه في مثلا كيشوفو عنده لو ميم سنتر دانتيغي في الافلام كيشوفو تقريبا نفس الستيل ديال الافلام كنشوف هذاك لو بروفي ايغراك شنو هما الافلام اللي شاف و ا بارتير من دوك الافلام اللي شاف نقدر نبروبوزي الاكس دوك الافلام حتى هما باسكو هما يا عندهم سي دو بروفيل اللي كيتشابوا علاش كنقولوا علاش تما هو كولابوراتيف سي دو لا كولابوراسيون يعني اون سبازون سور لي بروفي كاملين ديال الداتا اللي عندي باش نخرج لا ريكومونداسيون نون سولمون على ليستوريك مي كاع داك كاع لي بروفيل اللي عندي وفي هاد وباش نديرو هادشي اول ايتاب هي اننا ريكوبيرينا لا داتا اللي كانت نتفليكس حطاها وفاش ريكوبيريناها وبغينا نخدمو بها كانت سبارك داير واحد عنده الامليب ديالو عنده لايبراري امليب اللي كنديرو بها الامل كاين واحد الموديل اللي كي نو بيرميت دو فير الفيلتراج كولابوراتيف ولا يعني كياخذ اون انتري لي دوني سو واحد الفورما بيان بريسي دوكو كان خصنا نشدو دوك لي دوني ديالنا ونديرو ليهم لو بري بروسيسين باش يوليو
على شكل ديك الفورما اللي حنا باغين باش ندخلوها في داك الموديل ويعطينا لي ريزولتا اللي بغينا. دوكو هذه هي ليتاب الاولى اللي درنا، درنا ليتاب ديال البري بروسيسين. لا فيريتي لي دوني ما كانش زعما كانوا كلين، زعما ما كانوش دي فالور نول ولا شي حاجه، كان جوست اننا خصك تقاد ليهم الفورمات ديالهم، كانوا ديالوغ وداك كان خصك تقاد ليهم واحد الفورمات ديالهم باش تابليكي داك الموديل ديالك. دوكو هاد ليكسبيريونس بالنسبه ليا حتى هي كان هذاك الباساج، واخا سي فري ما درتش لو ميتي داتا انجينير زعما كامل 100%، ميري باش انك دوز من انك تريتي دي دوني صغار، دي دوني ستركتوري اللي كانوا عندك، من دي دوني كبار اللي خصهم ان فريم ورك لي بازي سور ان كلاستر و سور ديك لا استراتيجي ديال كلاستر انو بور ديستريبيي لي روكيت اي تو سا. كانت بالنسبه ليا اكسبيريونس زعما لي استفدت منها بزاف الحوايج، باسكو انا ما في القرايه ديالي ما قريتش ما كانش بازي انفورماتيك، دوكو ما كانش عندي دوك لي باز ديال الكلاستر ولا كيفاش سورتو كيفاش كيهضروا لي نو ما بيناتهم، داكشي ديال الريزو. دوكو كان بالنسبه ليا داكشي كله جديد، واللي تعلمت داكشي لا فيريتي لانفورماسيون كاينه في انترنيت، il faut juste الواحد يكون ميثودو في عقلو، يكون عنده ان مايند سيت ديال انا بغيت مثلا سبارك، كاين لا دوكيومونطاسيون اوفيسيال ديال سبارك، كاين لي بروجي qui les projets de Kaggle, qui les formations Udemy, zama qui indexe sur internet mojoud, il doit être organisable, je mets les choses dès le flux de l'information كبير اللي كاين خصو يتorganisable باش يعرف هويا شنو خاصو باش يقلب عليه ايفيت في، حيت الا جيتي تقرا الدوكيومونطاسيون كامله وتعرف كاع لي بغيك اللي كاينين غادي تدوز بزاف الوقت وانت عندك لي ديلي، انت بريسي با خصك ديليفري اي تو سا. دوكو الواحد يقلب يقرا في الاول داكشي، يعني يقرا الباز ديالو مثلا سبارك، يعرفوا علاش من بازي لي ليبريري اللي عنده اي تو سا. اي بور فيلتراج كولابوراتيف نيشان يمشي لذاك لا بارتي ديال الفيلتراج كولابوراتيف ويحاول يابليكيها، حيت في لا براتيك كنتعلموا بزاف د الحوايج كلا تيوري، البراتيك كيخرجوا لنا بزاف لي زيرور، ومن حد كيخرج لك لي زيرور وانت كتقلب عليهم في الانترنت وانت كتكوراجيهم وانت كتفهم اكثر شنو داكشي اللي كاين ورا سبارك. داكور بون، الا سمحتي غادي نقاطعك دابا، عندي برينسيبالمون دو كيستيون، واحده تكنيك وواحده نون تكنيك. بون، السؤال الاول، ملي دوزتي لونتروتيان مع هاد لونتربريز هادي، انت ديجا عندك اكسبيريونس يعني از داتا اناليست ولا داتا ساينتيست، يعني كيفاش كان لونتروتيان؟ واش يعني تبازاو على الاكسبيريونس ديالك از داتا ساينتيست، ولا سولوك في داكشي ديال الداتا انجينيرين، ولا يعني ولا كيفاش بريباريتي انت لهاد لونتروتيان هذا؟ لا فيريتي لونتروتيان كان بلوس دي كيستيون تكنيك في داتا ساينس، استاجير مثلا انا جو مابيل تري بيان سولوني شنو هي لا ديفيرونس ما بين الكلاسيفيكاسيون سوبرفيزي و نون سوبرفيزي، كانوا سولوني شنو هما لي زيتاب باش نمنيو ان بروجي data science et surtout انا حسيت بهم في ديك في لونتروتيان بحال كيقلبوا على شي حد، كيف ما قلت عنده لا ميثودولوجي وعنده ديك لا لوجيك ديال انه فوالا عندي ان بروبليم اكس، هذا البروبليم اكس غادي نديتاييه شنو خصني ندير، هذا باش خصني نبدا، خصني نكون اورينتي، يعني ما نكونش مشتت، حتى في لي كيسيون اللي بداو كيسولوني في الاخر واخا دي كيسيون اللي ما عرفتش نجاوب عليهم، مي كيفاش ديك لا مانيير باش جاوبت عليها، كيفاش جي ديتايي لا كيسيون، اي هذيك واقيلا هي فين شافوا فيا كو عندي البوتونسييل ديال انني نكمل في الداتا انجينيرين ولا في الداتا ساينس. دوكو ايل مون شوازي معاها، ها شنو كاين وها شنو كندير، قالت لي شنو كديري، هادي قلت لها، قالت لي سي انتريسون زعما اون فا كونتينيي في لونتروتيان. و سي فري داكشي اللي كان في لونتروتيان سولوني فريمون داكشي كان تكنيك، على داكشي اللي درت في كوكاكولا في لا بي ام سي، اي ابري زعما قبلوني اي جيت معاهم. داكور سا مارش. داكور، بالنسبه للسؤال الثاني هو يعني شويه تكنيك في هذا الدومين ديال ريكومنديشن سيستمز،
كيفاش درتو مثلا داك المشكل ديال ذا كولد ستارت، ملي كيكون عندك مثلا شي فيلم اللي ما تفرجش فيه حتى شي واحد، ولا شي واحد ليوتيليزاتور اللي ما تفرجش فيه حتى شي فيلم، دونك كيفاش يعني الا وقع لكم هذا المشكل؟ لا فيريتي كيما قلت لك، هذيك لا باز دو دوني اللي كانت اللي حنا خدمنا بها كانت فريمون تري كلين، دوكو كانوا عندنا ما وقعناش كاع في هذا المشكل. كان عندنا فريمون بحال كان عندنا حيت كي سوبوزي كل يوتيليزاتور شاف ان نومبر دو فيلم، وكاع الافلام كانوا زعما عندهم ريت ديالهم، دوكو ما طحناش حنا كاع في هذا المشكل. المشكل اللي كنا طحنا فيه هي اننا قبل ما نستعملوا سبارك كنا كنطيحوا في لي بروبليم ديال اوت اوف ميموري، ديال اننا كنتريتيو دي دوني كبار بانفراستركتور اللي ماشي ملائمه ليهم. وي تماما تماما. بون هاد سبارك سي ان تري بون شوا فهاد لوكوتي هذا، كتشوف حيت فيه داك ايميل ليب وي كاين كاع لي الغوريتم ديال الريكومونداسيون سون اكزاكتومون كاين كلشي ديجا امبليمونتي، انت غير تو في ابلي لا فونكسيون وكتخدم بها وتو في الباراميتراج اي سا فونكسيون. داكوغ، دونك هذا كان هو البروجي الاول ديالك في داتا فاليو كونسلتين. وي كيفاش اش جا من بعد؟ اشنو جا من بعد؟ جا من بعد ان بروجي اللي كان افيك برومود حتى هي بحال زارا ومونغو انسان اللي كتبيع الحوايج، كان عندهم لوبجيكتيف حتى هو انهم عندهم باز دو دوني ديال لي كليون ديالهم اللي عندهم لي كارت وبيان اللي كي سون انسكري في السيستم ديالهم. مثلا فاش كتبغي تمشي تشري حاجه كيقول لك واش تعطيني الميل ديالك، فاش كتعطيهم الميل ديالك كيبقاو لي زانفورماسيون ديالك كيتانجستراو في الباز دوني ديالك، دوكو كي باز دوني ديال برومود، دوكو همايا كي ستوكيو لي زانفورماسيون. هاد لي زانفورماسيون هي اللي كيتبازاو عليها باش يديروا عاوتاني لا ريكومونداسيون. الا لاحظتي حنايا في لو ميم سوجي، زعما ملي بديت وحنا كنديروا سوا البريديكسيون سوا لا ريكومونداسيون، دون لوبجيكتيف برينسيبال هو اننا à la fin on a proposé des produits li personnalisés ou li vraiment dès que le produit ou dès que علاش كيقلب le client. Alors avec Promod bdina كان صيفطات لنا Promod la base données ديالهم، كنا stockيناها في podcast SQL وكنا بدينا كنخدموا على البيز دو دوني. وهنا فين اكتشفنا كو فريمون لا باز دو دوني خصها بزاف ديال البري بروسيسين، خصنا نديرو التريتمون، هنا فين كتكتشف لو رول ديال الداتا انجينير، لو رول ديال لا فاز ديال البري بروسيسين. اليوز كيس الاول اللي خدمنا عليه كان هو اننا نديرو الكلاسترين ديال هاد ديال لا كليونتيل اللي عندنا، باش اون فونكسيون ديال ديك لا كليونتيل كل كليونتيل يولي عندها دي زوفر بيان 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 بريسي. باش نبداو نديرو هاد الكلاسترين بدينا كان نديرو دي زاتيلي مع الناس ديال الميتيي باش نفهمو ديك لا داتا اللي صيفطوا لينا، باش نفهمو دوك لي فاريابل اللي صيفطوا لينا، باسكو صيفطوا لينا فريمون دي داتا اللي كبارين بزاف، فريمون كيف ما هما ستوكاوهم كيف ما هما صيفطوهم لينا، ستادير دي دوني بروت، وكان خصنا نفهمو كل فاريابل شنو كتعني، وكان خصنا نفهمو كل فاريابل شنو كتعني باش هادوك لي بارتيام ديك لا سيغنيفيكاسيون ديال دوك لي فاريابل اون بو سبازي بور كونستروير دي موديل ولا او موا فلو شوا ديال لي فاريابل. من بعد فاش درنا لي زاتولي وفهمنا لي فاريابل وفهمنا aussi لو بوزوان ديالهم، بدينا لا بارتي ديال نيتواياج ديال الداتا. باقي نعقل كانت لا بارتي فريمون اللي خدات لينا الوقت كبير وجهد كبير، كنا ابوبري 3 بيرسون اللي كنا كنخدموا على ديك لا داتا، اي كنا كونيكتينا بوست غريس مع بيتون باش نديرو البري بروسيسي نيشان، وبقى عقل خدمنا بال اس كيو ال الشيمي كات يل تو بيرمي ديريكتومون انك تلي بيتون مع بوست غريس اس كيو ال باش دير البري بروسيسين ديالك. بدينا بال لي فاريابل مونكونت، كان عندنا دي فاريابل مونكونت،
بدينا عاوتاني بالتريتمون ديال لي دات. كانوا عندنا دي دات، كل دات ديال كل باز مكتوب في شكل. كان عندنا aussi حتى بالنسبه كيفاش لي شيفر كيتكتبوا في كل باز مكتوبين في شكل. دوكو كان خصنا بحال نديروا ان سارتان، كان خصنا نونيفيو هذيك لا داتا اللي تولي كامله مكتوبه سو فورم وحده باش حنا نبداو هذاك لي موديل ديالنا، حيت كانوا بلوزيغ يوز كيز. الوغ اليوز كيز الاول درنا فيه راندوم فورست، اون ابليكي راندوم فورست، جاونا لي ريزولتا. وعاوتاني هذوك لي ريزولتا كان خصنا ناخذو بيان سور الراي ديال الناس ديال لي ميتي باش نشوفو واش سي فري هذوك لي ريزولتا، حيت هما كيعرفو لا داتا بيان سور ديالهم حسن منا. دوكو واش هاد الريزولتا اللي حنايا اون ابي كونكلور من هاد لا داتا، واش نتوما موافقين عليها، واش نتوما كتشوفو لا ميم شوز، سينو نديرو دي موديفيكاسيون. فاش درنا الراندوم فورست كانوا لي ريزولتا ماشي بارتينونت 100%، كانوا خصنا نديرو دي موديفيكاسيون. جربنا با مال دو موديل، مي كان الحل الوحيد هو اننا ندوزو لي ريزو نورون. اي دوكو هنايا كانت عاوتاني اكسبيريونس جديده بالنسبه ليا 100% باسكو جي جامي ترافايي افيك لي ريزو نورون. Mais la vérité qu'un tech lead معنا كان un expert في الIA، du coup عاونا بزاف، il nous a guidés. في الاخر on a pu نخرجوا des résultats اللي فاش présentناهم للكليون il était satisfait. Et vraiment le travail كان زعما كان apprécié et درنا vraiment un très bon travail في الاخر. Voilà, c'était ça. Après, donc fait l'expérience à dire le promo de yani كنتي purement data scientist ya كنتي juste non كنت ليدي كنت كندير data engineer و data science. كنت كندير حتى لا بارتي ديال البري بروسيسين ديال انني كنجيب لي دوني من SQL بوست غراس SQL و كنجيبهم كنهبطهم للنوتبوك ديالي باش ندير بهم لي تريتمون و باش نستوكيهم عاوتاني في بوست غراس نرجعهم بديك لي كاركتيرستيك اللي بغيتهم انا، وعاد نعاود مثلا كاينين دي دوني اللي كنستوكيهم باش حيت كنا حنا بليزيور بيرسون في البروجي حتى هما يقدروا يستعملوهم، وكنت انا كنستعملهم. دوكو كان خصني لي دوني يكونوا في واحد فورما بيان بريسي، ويكون داكشي بيان دوكيومونتي، ويكون كل دوني نكتب شنو درت عليها باش شتي لا شي واحد من مورايا يعرف راسي ويعرف شنو درت انا اكزاكتومون باش ما يديرش لو ميم طراي. داكور دونك جو بونس يعني في الاخر ديال هذا البروجي هذا يعني شنو هو يعني داك يعني لو برودوي ديليفري، واش درتو شي ديبلويمون ديال سوليسيون عند لو كليون ولا جوست هكذا ديز اناليز؟ كيف ما قلت لك هذا لو بروجي كان فيه بزاف لي يوز كيس. انا هذا هو اليوز كيس اللي خدمت عليه، كان الكلاسترين. مي كاينين الناس اللي كانوا خدامين معنا كيديروا ديفوبس، هما اللي داروا الديبلويمون، هما اللي داروا لا برودكسيون ديال هاد لي موديل بقناقل، داروهم سوغ ازور وبريزونطاوهم لي كليون سو فورما اللي بقيت نعقل على دي API كي كومونيكيو مع بعضياتهم. كانوا حيت كانوا بليزيور يوز كيز، كانوا بليزيور API بحال دي سورت دو ميكرو سيرفيس. Ou te présenter aux clients. D'accord, super, génial. Donc, je pense que je vais faire un projet avec National Pen. Oui, exactement. Il y a le projet de National Pen. Il y a le mode de Public Cloud, surtout avec GCP, Google Cloud Platform. Il y a aussi l'étape de كان لوبجيكتيف ديال هاد لو بروجي هو لو ديبلويمون ديال ان ريزو دو نورون سور لا بلاتفورم جي سي بي. او فيت ناسيونال بان كان ديجا دارت ان بروجي لي هاد البروجي شنو كيدير لو كي ماتشين، ستادير كانوا عندها بليزيور فورنيسور، وكل فورنيسور كيكتب لو نون ديال لو كليون
ماشي بالضروره بنفس الطريقه، كاين اللي كيدير او، كاين اللي كيزيد اكسون، كاين اللي مثلا في لادريس كيكتب 5 بولفار، كيجي الاخر كيكتب 5 بي دي في، كل واحد كيفاش كان كيكتبها. مي سي راه كان لو ميم كليون، غير هو مكتوب بدي مانيير ديفيرونت. وكانت هاد لي دوبلون اللي كاينين في لا باز دو دوني كانوا كيصعبوا عليهم الامور، دوكو كان خصهم يديروا هذيك، كان خصهم يدوبلوناو لي كليون باش يستعملوهم في دي يوز كيس اللي كانوا باغيين يديروهم حتى هما. يا من بعد حتى هما كانوا باغيين يديروا لا اوفر بيرسوناليزي بور شاك كليون. دوكو هما داروا ديجا داروا داك الموديل ديال باقي نعقل استعملوه بالتنسر فلو، كان un modèle LSTM déjà coda et tout, car ça me dirait la partie déploiement. La partie déploiement, un âge nous dit puisque nous avons parlé nous bien sûr GCP. Du coup GCP quand au le mara ou tenir à dire que GCP, une petite enquête de la GCP, je n'aurai pas les prix qu'ils pourront dire au bureau de déploiement, ou surtout en allant dire au déploiement, mais si j'ai un bout de code, à dire au dire dans sa flow, le paramétrage dialogue. بكاع داكشي لي بارامتر اللي كاينين لداخل ديالو. دوكو في جي سي بي كاينه واحد البريك اللي كتسمى امال انجين. هاد البريك يل تو بيرمي دو ديبلواي تي موديل، و انت سكو تو في سكو سولمون تو اكسبورت لو موديل سو واحد الفورما اللي هما مسمينها سيفد موديل، تو لو ستوك سور كلاود ستوريج. كلاود ستوريج هو واحد البريك ديال جي سي بي كي تو بيرمي دو ستوكي de stocker et haja briti fichier modèle ainsi de suite que de stocker home avec cloud storage. Après tu fais la connexion mabin cloud storage et ML engine et que tu fais quelques paramétrages et tu déploies le modèle. Du coup quand une fois tu as avec le save modèle, ce qui reste quand vraiment facile, mais le problème quand fait qui fait exporter avec le save modèle. كان خصك تعاود تقرا لو كود كامل، تفهم الكود كامل، تشوف هاد الزاتوليه مع الناس اللي كوداوه باش بجوج بيكم في الاخر وزاريفي انكم ديروا واحد الفورما اللي جي سي بي مبريسيزيها انها خاصها تكون، واللي مبريسيزي فيها باغ اكزومبل خاصها تكون انفيريور زعما لا تاي ديالها خاصها تكون انفيريور لواحد واحد سارتان تاي، خاصها تكون خاص يكون هذاك الدوسي خاص يكون فيه واحد سارتان ايارشي انسي دو سويت. دوكو ملي درنا هذاك داك السيفد موديل ستوكيتو في كلاود ستوريج، جي لي كونيكتي افيك امال انجين، جي فيرمي جي في مي باراميتراج اي اون ا ديبلوي لو موديل. اي فريمون سيتي هاد لو بروجي بالنسبه ليا كان بحال هو هذاك لا كونكريتيزاسيون ديال كاع داكشي اللي درت لاول مره، نشوف كيفاش نقدروا ديبلوايو الموديل، كيفاش مثلا كيدخلوا غير لي باز دو دوني و اون فوا كيشارجيو لي باز دو دوني كيخرج ليهم اون باز دو دوني لي كلين لي محيدين منها لي دوبلون لي داكشي فريمون اكزاكتومون exactement شنو علاش كنو علاش كون كان كيقلب الكليون. D'accord, c'est intéressant. Donc je pense يعني هاد لو برومي كونتاكت مع جوجل كلاود، يعني جو بونس كتمشي كتقري دوكيومونطاسيون وكتحاول exactement la documentation et aussi كاينه واحد لا فورماسيون اللي بالنسبه ليا فريمون كومبليت في كورسيرا، c'est spécialisation big data data engineering sur GCP. La formation atiha GCP NIT, c'est Google qui a la formation sur la plateforme Coursera. Il est vraiment très bien détaillé, il y a vraiment dès que مقاد ومصاوب دون مانيير اللي كتمشي ايتاب باغ ايتاب. كيبدا معاك في الاول كيقول لك فوالا جي سي بي، شنو هو جي سي بي، شنو هما لي بريك اللي كاينين، كل بريك لاش كتليق. من بعد كيكونوا دي سي بي الانتيريور كدير دي لاب، وهذوك لي لاب كتابليكي فيهم داكشي اللي قريتي اون تيوري. داكور انتريسون سا مارش. دونك جو بونس ندوزو يعني ليكسبيريونس اللي جات من بعد ناسيونال بين.
هاد ليكسبيريونس اللي قلت لك هي اللي كانت مع ناسيونال بان. ابري ابري وليت مع جيمس، ما بقيتش مع داتا فاليو، باسكو هاد لي بروجي كاملين اللي قلت لك كانوا مع داتا فاليو، سي ان كابينيت كونساي. واللي دابا انا وليت مع وحدين اخرين، سي جيمس داتا فاكتوري، حتى هو ان كابينيت كونساي اللي سبيسياليزي في لا داتا اي لا فالوريزاسيون دو لا داتا. اللي تا هما جي كومونسي معاهم، واللي كان لوبجيكتيف انني نكمل داكشي اللي بديت، ستادير نكمل في جي سي بي ونكمل في داتا انجينيرين، باسكو داتا انجينير ولا دو بلوس ان بلوس دوموندي، باسكو ان سارتان مومون لي كليون ايزون ديكوفير كو عندهم بزاف لي دوني، وكاينين دي يوز كيس اللي غادي نستعملو فيهم دوك لي دوني، مي هادوك لي دوني خصهم بعدا يتقادو، هادوك لي دوني خصهم نيتواياج، خصنا نقادوهم، خصنا مثلا كاينين دي دوني دو ديفيرون سورس خصنا نغروبيهم ونديروهم في ان داتا ليك. لي دوك لي دوني بعدا اول ايتاب خصنا نشوفو ديك لي دوني باش نحاولو نخرجو منهم دي دوني لي اونيفي ولي دوني لي كلين ولي كي ريسبكت واحد سارتان شارت ديال كل انتربريز كيفاش كديرها، باش من بعد فاش نجيو نابليكيو لي يوز كيس ديال داتا ساينس يكون داكشي ساهل علينا، ماشي حنا نعاودو الخدمه من الاول. صافي دوك فوالا جو بونس كو جي في ان بو لو تور ديال وي سباس سي بارفي. دونك بون كنشكرك على هاد يعني كنشكرك انا كي بارطاجيتي معنا يعني ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك. دابا غندوزو لواحد ديسكوسيون هكا جينيرال، باسكو دابا انت يعني تستي بلوز اوموا من كاع لي بروفيل ديال الداتا. دونك كيفاش كيبان لك الفرق مثلا بين داتا اناليست، داتا ساينتيست، داتا انجينير؟ الوغ نبداو بالداتا اناليست. الداتا اناليست هو واحد لا بيرسون كي انتيروج لي سورس دوني، و لوبجيكتيف ديالو هو انه يدير دي رابور ولا دي فيزواليزاسيون غرافيك بور ايدي لي جون ديال الناس ديال الميتيي باش انهم يبروند دي ديسيزيون. مثلا باغ اكزومبل جو بروند ان اكزومبل، مثلا كوكاكولا جو بروند ليكزومبل ديال انهم ريجي عندي مثلا لو ريسبونسابل ديال لي فونت غيقول لي اون ا رماركي في جويي عندنا واحد الكرواسونس ديال 20%، بغينا نعرفو هذيك لا كرواسونس ديال 20% منين جات. وي الو غادي نمشيو حنايا نقلبو في لي دوني ديالنا في هذيك الوقيته ديال جويي وغنشوفو، غنبداو نديرو واحد ليتود ديال بحال كوريلاسيون ما بين لي فاريابل، نشوفو مثلا لي فونت ديالنا ونديروهم نديرو ان طابلو كروازي ونشوفو شنو اللي كيبو فريمون انفلونسي دوك لي فونت فديك لا بيريود. وفي الاخر غادي نقولو ليه فوالا راه باغ اكزومبل في جويي راه لي فونت طلعوا لينا لحقاش كنا دايرين واحد لوفر بروموسيونيل ولحقاش لحقاش كان هذه هي لا بيريود ديال لا سيزون لحقاش كنبيعوا فيها بزاف لي برودوي. دوكو داتا اناليست كيمشي لي دوني كيدير كي ريكوبيري لي دوني كيدير ان سارتان فيزواليزاسيون غرافيك دي ريبورتين باش ايدي الناس ديال الميتي ا بروندر دي ديسيزيون. دوزو داتا ساينتيست. داتا ساينتيست en plus ديال داكشي اللي كيدير الداتا اناليست، الداتا ساينتيست كيكون اكسبير في الماشين ليرنين لي موديليزاسيون لي بريديكسيون. il permet الناس ديال الميتي يعاونهم فاش انهم يديروا لي بريديكسيون. باغ اكزومبل بحال كيف ما قلت في البدايه ديال البودكاست، كونستروير ان موديل بور لي بريفيزيون دي فونت، سيتادير عندنا ان هيستوريك كنديروا ان موديل ستاتيستيك ومن بعد كنديروا لا بريديكسيون، سيتادير ليكسترابولاسيون ديال لافورماسيون في الفوتور. الى لاحظتي هنا عندنا لو تيرم ديال الفوتور، بريديكسيون بريفيزيون موديليزاسيون. وي تتافي وي. دوكو داتا انجينير شنو تيدير؟ داتا انجينير هو اللي كيدير لك، هو اللي كيوجد ديك الارضيه، هو اللي كيفرش ديك الارضيه للناس ديال داتا ساينتيست للناس ديال داتا اناليست.
هو اللي كي ريكوبيري لا داتا من بلوزيور سورس. مثلا باغ اكزومبل جو برون ليكزومبل ديال مثلا ان سيت انترنت مثلا ناخذو جو نسي با ناخذو ان سيت انترنت اللي كيدير لي فونت خصو ريكوبيري دوك لي دوني من داك لو سيت ريكوبيري اوسي لي دوني مثلا ناخذ شي اونلاين كتبيع في سيت انترنت وكتبيعو اون ميم طون سور ماغازان. يعني خصو ريكوبيري لي دوني من سيت انترنت وريكوبيري لي دوني لي كيسون ستوكي في 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 لا باز ديال لي ماغازان كاملين ويليهم ويقادهم وينتوايهم ويستوكيهم. فاش يستوكيهم ستادير خصو يقاد ليهم لانفراستركتور ديالهم اللي تكون فيابل اسكالابل باسكو هاد لي دوني مع الوقت غداو كتزاد وغداو كتكبر ماشي دي دوني صغار دوك خصو يتقاد ليهم لانفيرونمون ديالهم باش فاش يجي داتا ساينتست و داتا انجينيرين ويبغي يستعمل هاد لي دوني يلقى لي دوني كي سون كلين و سون بيان دوكيمونتي و مقادين هو ريكوبيريهم غي ابليكي عليهم غير لي موديل اللي بغا و غي ابليكي عليهم كلكو موديفيكاسيون باش ادابتيهم للموديل ديالو اي فوالا سي تو. زعما داتا بور موا داتا انجينيرين هو اللي كيتبازاو عليه الداتا ساينس والداتا اناليست. من حد الخدمه اللي كيدير الداتا انجينير كتكون مقاده من حد الخدمه اللي كيدير الداتا ساينس والداتا اناليست كتكون غدا وكتسهل باسكو كيكون واحد لابارتي كبيره ديال الخدمه دارت قبل. وي 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 توتا في بون. هو اون جينيرال يعني الداتا ساينتست كيكون عنده داك لو كوتي ماتيماتيك ستاتستيك اكزاكتومون. الداتا انجينير تيكون عنده داك لو كوتي باز دو دوني سوفتوير انجينيرين كي سي بلوس انفورماتيك. Exactement, qui connaît un peu plus informatique, ouais. Plus qui plus gestion de l'infra, qui connaît où est-ce que surtout faire de l'enquête à l'infra ou qui est sur cloud, soit AWS, soit Azure, soit GCP, qui a des data lakes sur les cloud, qui a les autorisations, je connais trop le data lake, maintenant هاد الناس ديال مثلا انا خدامه في واحد لابواط وكاينين الناس كيديروا الماركتينغ الناس كيديروا لي فونت الناس كيديروا مثلا لا كونطابيليتي كيقاد دي زاكسي على كل حساب انتيتي في هذيك لونتربريز شنو لاكسي ديال لي دوني اللي غتاخذ ليهم باش كيقاد لا سيكوريتي كيكون هو اللي بحال هذيك لا داتا هو اللي مكلف بها بحال فاش كنقولوا بحال شي جاني سافيل هو اللي كيجيب لهم دوك لي ماتيير بروميير هو اللي كيقاد لهم باش يجيو الناس اللي كيبنيو كيقاد داكشي واش دغيا كيبنيو به. داكور بون. هو اون جينيرال يعني هاد لي بروفيل هادو سا ديفير من انتربريز لانتربريز. اكزاكتومون. على حسب لاطاي ديال لانتربريز واش ستارت اب واش بيغ كوربوريشن واش. اكزاكتومون. داكور مي غروسو مودو جو بونس تا بيان مونسيوني زعما لي غران ديفيرونس تما. دونك نتكلموا دابا على يعني دابا انت كنتي كتسويتشي بين هاد لي بروفيل هادو يعني كيفاش كانت يعني المايند سيت كيفاش كنتي كتبريباري راسك يعني من واحد البروفيل لانوتر بروفيل زعما كيفاش كنتي كتوجدي راسك فريمون زعما الحاجه اللي عاونتني هي انني فليكسيبل زعما اي حاجه كتكونسيرني لا داتا كنبغي نديرها باسكو فيو كانني ما قريتش لانفو ما قريتش فريمون ما كانش عندي لا فورماسيون داتا ساينس ولا داتا انجينيرين كنقول انا خصني نعرف هادشي بوتيت كور داتا ساينس كيدير هادشي وبوتيت با فهمتي يعني كنقول اي حاجه خصني نعرفها باش انا في الاخر نقدر نتبوزيشن مثلا من هنا عامين ولا 3 سنين نقدر نقول فوالا انا راه درت داتا ساينس وانا درت داتا اناليست وانا درت داتا انجينير بوكو با ندير داتا اركيتكت و على فما فوالا ها شنو بغيت ندير جو بونس كو فريمون هاد لو ميتيي هويا اللي كي ماتشي ا 100% مع داكشي اللي باغا ندير انا في الفوتور دوكو حتى الواحد خصو يكون عتي ديك القابليه ديال انه يتعلم كو هادشي كامل اللي كنديرو كامل جديد يعني راه كل نهار كتخرج تكنولوجي جديده كل نهار كيبان دي زانفورماسيون جداد دو كل واحد خصو يبقى اجور مع شنو كاين في المارشي خصو يبقى يقرا خصو يبقى يدير لي فورماسيون انا اللي عاوني بزاف هما لي فورماسيون اللي كنت كندير سوا لي فورماسيون في داتا كامب
ديال الداتا ساينس، سواء لي فورماسيون كورسيرا ولا ايديماي ولا كاينين كاينين الكتبه مع العلم. كاينين بزاف الناس اللي كيبريفيراو دي فورماسيون اون لين، يشوف فيديو على انه زعما انه يقرا واحد الكتبه. ولكن كاين واحد الكتاب فريمون اللي مفيد بزاف واللي عاوني بزاف، سميتو سبارك ذا ديفينيتيف جايد، اللي فريمون حتى هويا il m'a beaucoup aidé وتعلمت منه بزاف د الحوايج. دوكو الواحد خصو يكون عنده لا ميثودولوجي ويكون عنده الخاطر. الحاجه اللي ما كنتش كنعرفها دابا راه من هنا اون سيمين ولا ان موا الا بقيت كنقرا عليها وبقيت كنبراتيكيها راه غادي نعرفها وراه غادي 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 نولي اكسبير مع الوقت. دوكو غي زعما سي نورمال انك تجيك مثلا داك الباساج ما بين داتا ساينتس و داتا انجينير، سي نورمال انني زعما نتخلع ونقول لا راني ما تنعرفش، انا يلاه تنعرف ندير داتا ساينس، انا قريت ستاتستيك، انا ما كنعرفش ندير داتا انجينيرين. مي ملي كتشوف مع ديك هذاك لافورماسيون اللي اكسيسيبل في انترنيت، لي فوروم، يوتيوب، لي فيديو، زعما سي فوزابل، زعما ماشي غنقول سهله، مي سي فوزابل زعما الا بغيتي، الا نويتي وبغيتي زعما راه تقدر على فان على فان زعما دير داكشي اللي انت اكزاكتومون توصل لذاك اكزاكتومون البروفيل اللي باغي، واش داتا ساينتست ولا داتا انجينير ولا داتا اركيتكت. وي توتافي توتافي. دونك الاخت نضال كنشكرك على هذه المعلومات القيمه اللي بارطاجيتي معنا اليوم. ميرسي ا توا، ميرسي ا توا فريمون. تفضلي تفضلي، الا عندك شي كلمه اخيره. Bah, je te remercie vraiment pour l'initiative Liberty. Ça permet de centraliser les expériences de business ou les partager avec des gens qui sont passionnés par la data et aussi les motiver aussi pour développer les compétences d'elles-mêmes. انا فريمون الا كان شي واحد عنده شي تساؤل ولا بغى شي بلوس دو ديتاي على شي حاجه، جو سوي ديسپونبل، بوفي مي كونتاكتي في لينكدين نيدال سادي، اي جيسبر كو جي بو زعما ريبوندر على لي كيسيون اللي كاينين زعما اللي كيسولوهم بزاف الناس، سورتو لا ديفيرونس ما بين داتا ساينتيست داتا analyste data engineering. Et merci beaucoup encore une fois Salih, حقاش عطيتيني هذه الفرصه pour partager l'expérience ديالي. Avec plaisir. باي ودي. دونك الاخت نضال كنشكروك وان شاء الله نتلاقاو في شي مناسبه اخرى. اذا خوتي خواتاتي امور كنديت اونتوزاسو ديال كان هذا هو الحوار ديالنا مع الاخت نضال السعدي اللي كنشكرها مره اخرى على الحضور ديالها معنا في البرنامج. دونك خوتي ما تنساوش انكم تسبسكرايبوا عندنا في لاشين ديالنا في اليوتيوب، تابعونا في سبوتيفاي ولا في ساوند كلاود او في ابل بودكاست، او لايكيو ولا باجينا سير فيسبوك داتا ماروك. وإذا عندكم شي اقتراحات ولا تعليق صيفطوهم لنا في contact@datamaroc.com. يلا خوتي نتلاقى معكم ان شاء الله في الحلقه الجايه من البرنامج ديالكم داتا ماروك بودكاست. تشاو.